على تراجع فقط بأربعة نقاط، ولاحظوا الارتداد على مؤشر الكويت 15 مكاسب ب 13%. زين من الأسهم التي دعمت اليوم، ارتفاعات ب 1.5% لهذه الشركة. ماذا عن الأسهم الأخرى على مؤشر الكويت 15؟ من ضمن المباني ارتفاعات قوية ب 3.6%. الشركة تقول بأن مجمع الأفنيوز الذي تمتلكه وهو أكبر مجمع تجاري في الكويت شهد ارتفاع ب 75% في عدد زائري. دبي الأولى أيضا على ارتفاع قوي لثاني جلسة. الاستثمارات الوطنية مكاسب أكثر من 1%. ماذا عن القطاع المصرفي؟ نرى أو قبل هذه أسهم الأجيليتي على تراجع بأكثر من 1%. أهلي الكويتي اليوم السهم ضعيف وخسائر كذلك بأكثر من 1%. مصارف أخرى نرى أن بيكي استقرار بيت التمويل ينهي الجلسة على ارتفاع ب 1.13%. استثمر أموالك بتوزيعات شهرية مع صندوق يعطيك عوائد مرتفعة مع الصندوق العقاري من المركز المالي الكويتي. مشاهدينا سوف يكون لنا وقفة تحليلية بعد قليل مع السوق الكويتية، ولكن قبلها لننتقل إلى الأخبار الإماراتية، حيث فازت شركة أرابتك للإنشاءات بعقد بقيمة 2.6 مليار درهم أي 705 ملايين دولار لإنشاء مشروع متعدد الاستخدامات في أبوظبي. يقع المشروع في جزيرة الريم ويضم فندق من فئة 5 نجوم وبرج سكني على أن يتم إنشاؤه خلال 3 سنوات، وبذلك تتجاوز قيمة المشاريع المتراكمة لأرابتك منذ بداية العام مستوى 33 مليار درهم، وهي مستويات قياسية في تاريخ الشركة. مؤشر سوق دبي نلقي نظرة سريعة عليه، يسجل ارتفاع بنصف نقطة مئوية بعد التراجعات الصباحية. إذا تغيرت الصورة الآن لهذه السوق. مؤشر السوق كان وصل إلى مستويات 3514 نقطة في أدنى مستوياته. أرابتك تفاعل مع أخبار فوز الشركة إذا بعقد جديد، ولاحظوا الارتفاعات الآن تقف عند 6.5%، مكاسب قوية جدا. أعمار السهم ما يزال ضعيف ودون مستويات 8 دراهم. ماذا عن أسهم الاتحاد العقارية التي سجلت بالأمس ارتفاعات قوية؟ اليوم 1.5% من المكاسب بعد ارتفاعات وصلت إلى حدود 10% في جلسة يوم أمس. أحاول أن أنظر إلى أحجام السيولة، بالأمس كانت ملفتة 1.9 مليار درهم من التداولات. اليوم أحجام السيولة في دبي لم تظهر بعد الأرقام، ولكن أيضا كانت مرتفعة. حتى الآن مشاهدين أحجام سيولة 1.9 مليار أيضا، أو عفوا هذه عدد الأسهم المتداولة 1.9 مليار. أحجام عمر النصر الله مجموع أو وهو في إدارة الأصول في شركة كميفيك، محلل إدارة الأصول، معلي غلبطولنا شوي بالاسم. شكرا لك عمر. عمر لنبدأ بهذا التحول في السوق الكويتية، عدنا لنرى مكاسب على مؤشر الكويت 15 وتقليص واضح لخسائر المؤشر السعري، ما السبب؟ صحيح، بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين اليوم على الاستضافة. شهدنا اليوم حركات تداول عالية ممكن في الأسهم الصغيرة والأسهم الخليجية، مقدمتها نشوف السيولة اليوم متجهة صوب الأسهم الخليجية أكثر اللي هي بيت التمويل الخليجي وكذلك بنك الاثمار. ممكن يكون الوضع ان هالشركات ما استفادت من ارتفاعات قياسيه في الاسواق خلال شهر 12 او شهر 11 2013 من السنه الماضيه. نشهد اليوم تفاعل هالاسهم الخليجيه وارتفاعها ومكاسبها طبعا للسيوله تعتبر الاعلى في السوق اليوم. دبي الاولى يعني مثلا، ما القصه على الحركه هناك؟ لاحظنا اليوم على بيت التمويل الخليجي وكذلك بنك الاثمار عليهم سيوله جدا عاليه مقارنه بتداولات الاسابيع الماضيه. كذلك طبعا الربع الاول نعتاد انه يشهد الاعلان عن بيانات الربع الرابع من السنه الماضيه، وبالتالي توزيعات الارباح واعلانات النهائيه لسنه 2013. حاليا هناك حاله من الترقب لنتائج الربع الرابع من سنه 2013. بهالمعطيات يكون الصوره تكون كامله للمحافظ الاستثماريه والصناديق التوجه نحو الاسهم القياديه والتوزيعات الاعلى. بس بيت التمويل ما عندكم فكره شو اسباب هذه الحركه؟ لانه عم بنظر حتى بسوق دبي عليه حركه ملفته 600 مليون درهم من التداولات، هو مرتفع ايضا ب 15% ليمت اب.
صحيح، هو بيت تمويل خليجي وليس بيت تمويل كويتي، هو بيت تمويل خليجي هو مدير سوق الكويت وكذلك سوق دبي. لدى هذا البنك او شركه البنك الاستثماري عديد من الاستثمارات العقاريه في البحرين وكذلك في اماره دبي والامارات العربيه المتحده. حدث هناك اعاده تقييم لاصول المدرجه وكذلك العقارات الموجوده في البحرين وفي الامارات العربيه المتحده. الجدير بالذكر ان هالاصول لم تشهد ارتفاعات خلال السنه الماضيه. تفسيرها المنطقي ان هالسنه راح تشهد ارتفاعات اكثر تفاعلا مع حدث السنه الماضيه في عقارات دبي واستضافه معرض اكسبو 2020. طيب عمر، المباني من الاسهم القياديه التي كانت مستقره خلال الجلسه فجاه لقيناها باخر الجلسه عم تسجل ارتفاعات، الى اي مدى تربط هذه الارتفاعات بانتشار خبر عن يعني الاحصاءات اللي اعطتنا اياها الشركه عن مجمع الافنيوز انه عدد الزوار في العام الماضي ارتفع باكثر من 70%، هل بنتوقع انه ينعكس ذلك بشكل ايجابي على نتائج الشركه بالربع الرابع؟ طبيعي، شركة مباني تعتبر من الشركات القيادية الواعدة صراحة، شركة عقارية من الكبار الشركات المدرجة في الكويت الرأسمالية، عندها مجمع الأفنيوز الذي شهد توسعة كبيرة خلال الربع الثالث من السنة الماضية، الإيرادات تضاعفت بسبب التوسعة على المجمع، كذلك معدلات البي اي او معدل الربحية ويعتبر منخفض بالنسبة للشركات العقارية 11 مرة أو 11 تايمز. كذلك السهم تراجع خلال الربع الثالث من السنة الماضية لمستوى دينار و 140 دينار 120. بوجهة نظرنا احنا بشركة كيميفيك ان هالسهم له مردود ايجابي خلال الفترة المقبلة وكذلك يعتبر من الاسهم الرخيصة في السوق في الفترة الحالية. شكرا لك عمر النصر الله محلل اول في مجموعة إدارة الأصول في كيميفيك، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فاصل.